طيب خلينا نقرب اكتر من اللي بيحصل في ارض المونديال ونشوف ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ صابر الغراوي، برضو نعرف منه اخبار عبر سكايب، طبعا نعرف منه اخبار قطر ايه واللي بيحصل هناك والدنيا ماشيه ازاي. استاذ صابر ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي ليك والضيوف الكرام كابتن علاء كابتن احمد، وتحيه لمشاهدينا الكرام جميعا. اهلا وسهلا، منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. اهلا بيك يا استاذ صابر. استاذ صابر، يعني طبعا وجود النادي الاهلي اعتقد مدي سعاده مختلفه عن الاول، يعني او عن اي فرقه او عن اي فريق اخر. يعني صحيح، يعني سعاده مش بس لينا، سعاده كمان للجنه المنظمه للبطوله، سواء اللجنه المنظمه المحليه او حتى الاتحاد الدولي. في فرحه كبيره جدا، في سعاده، لانه في احساس كبير جدا انه احتمالات نجاح البطوله زادت بشكل كبير، النجاح الجماهيري بسبب التواجد الجماهيري من جمهور الاهلي، والاهم من العدد الطريقه اللي اتعامل فيها جمهور الاهلي مع التعليمات ومع حاجه رائعه التحذيرات يعني كان رد الفعل، الردود الافعال اللي تلقيناها بالامس من اللجنه المنظمه وتلقيناها اليوم كانت رائعه جدا واشعرتنا بفخر كبير جدا، لانه رابطه الجماهير الحقيقه تعاملت مع الموضوع بحرفيه شديده جدا، وكان الاهلي بيتواجد هنا كل اسبوع، وكان الموضوع ده شيء اعتيادي للجماهير، تنظيم لنفسهم على اعلى مستوى. شكل كان رائع، كان في تخوف الحقيقه الايام اللي فاتت من اللجنه المنظمه انه ممكن يكون في يعني انفلات جماهيري سواء عند فندق اقامه او حتى في الملعب اثناء المباريات والتدريبات، انما التدريب اليوم الحقيقه لم يشهد حضور جماهيري حسب التعليمات، ما فيش جمهور راح عند الملعب اللي كان بيتدرب عليه الفريق اللي هو جامعه قطر، وكمان التنظيم كان في المطار بالامس كان رائع. في اجتماعات بقى لرابطه الجماهير متواصله بشكل يومي عشان يجهزوا للمباريات المباراة والهتافات اللي هتكون موجودة، ده بعيدا عن اللجنة المنظمة، انما اللجنة المنظمة الحقيقة سعيدة جدا بالتواجد الجماهيري الرائع ده بالنسبة للشق الجماهيري. انما اليوم النهاردة كان مشهور الحقيقة، يعني ممكن نطلق عليه يوم الاجتماعات في كافة الاتجاهات، من الصبح بدأت الاجتماعات سواء ما بين اللجنة المنظمة وما بين النادي الاهلي، كان في اجتماع صباح اليوم، اجتماع تقدر تقول عليه اسلام ترحيبي تنسيقي، واجتماع فني في الوقت نفسه عبر برنامج زوم، لانه بالفعل لانه اللجنه المنظمه حرصت انها تتطرق لكل التفاصيل مع اداره الاهلي، وكان في تفهم كبير جدا للتعليمات، لانه احنا عندنا الاهلي لم يوضع في فقاعه صحيه من قبل، وبالتالي كان محتاج على عكس فريق مثلا اولسن هيونداي كان هنا من شهر ووضع في نفس الفقاعه الصحيه، كان هنا متواجد في دوري ابطال اسيا، عنده الخبره وعنده المعلومات وعنده التحذيرات الكامله اللي يقدر يتعامل بيها، انما الاهلي ده اول مره يتحط الفريق بشكل عام في فقاعه صحيه الامنه، انما تلقوا التعليمات بشكل جيد جدا، وكان في تفهم كبير للتعليمات اللي بتصدر، ده كان على صعيد الاجتماع الفني. في اجتماعات تانية كتيرة كانت حاصلة على هامش البطولة، أنا بحاول يعني أحطكم بجو. يا ريت تفضل يا فندم، تفضل. يعني فريق طبعا تيجرس أونال المكسيكي وصل النهاردة الصباح وخاض المسحتين الطبيتين، خدهم النهاردة، المسحة الأولى كانت أول ما وصل الصباح، والمسحة الثانية منذ قليل، مسحتين، والنتيجه طبعا هتبان بكره، وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع. الفريقين اللي وصلوا امس الاهلي واولسن هيونداي الكوري خاضوا التدريبات، عايز اقول لك كمان انه مخصصين 6 ملاعب للتدريبات للانديه للـ6 انديه، 3 منهم في جامعه قطر، الملعب رقم 1 للنادي الاهلي، والملعب رقم 5 لاولسن هيونداي الكوري، والملعب رقم 6 لتيجرس اونال المكسيكي، ده في جامعه قطر. في الدحيل طبعا بيتمرن في الملعب بتاعه الاستاد عبد الله بن خليفه، أيوه. والبايرن لما هيوصل هيتمرن في ملعب الارسال في منطقه الوحده، والفايز من النهائي الليبرتادورس اللي بتلعب دلوقتي بالمناسبه هيتمرن في اكاديميه اسباير. عايز اقول لك معلومه تدعو للتفاؤل لينا احنا كمصريين، أيوه. الملعب اللي بيتمرن عليه الاهلي اللي اتمرن عليه النهارده واللي هيكمل عليه تدريباته لحد مباراه الخميس ان شاء الله، هو الملعب رقم 1 جامعه قطر،
هو ده نفس الملعب اتمرن عليه ليفربول السنه اللي فاتت، واللي ساهم او ساعده انه يتوج بالبطوله في النهايه، وانه نجمنا محمد صلاح يفوز بلقب افضل لاعب في البطوله. وكمان نفس الملعب اللي اتمرن عليه الزمالك قبل خوضه لمباراه السوبر مع الترجي. فانا شايفه انه ملعب ان شاء الله فعل حسن علينا احنا كمصريين، هو نفس الملعب اللي بيتمرن عليه الاهلي. طيب استاذ صابر، ايضا عايزين نعرف وسائل الاعلام واهتمامها ببعثه النادي الاهلي وبكل البعثات طبعا. صحيح، بس الاهلي خد نصيب الاسد، الاهلي فرض نفسه، مش الاهلي كنادي او فريق، جمهور الاهلي هو اللي فرض نفسه على الحدث بالامس، وبالتالي كانت الصحف اليوم والفضائيات بالامس يعني ركزت بشكل كبير جدا على التفاعل الجماهيري وعلى الحضور وردود الافعال من اللجنه المنظمه. احنا كمان كاعلاميين مصريين حرصنا على نقل ردود الافعال من اللجنه المنظمه اكتر، لانه احنا شهادتنا في نفسنا مجروحه طبعا. انما كنا سعيدين بشهاده اللجنه المنظمه في حق الجمهور المصري بشكل عام والاهلاوي بشكل خاص، كان ده تركيز. كمان التركيز كمعلومات لوسائل الاعلام على الفرقه، طبعا كل الفريق لازم تنال حظها، الجانب الجماهيري طبعا اكبر الجميع واكبر وسائل الاعلام على انه الاهلي ياخد نصيب الاسد اللافتات الجميله اللي حصلت. انما طبعا في تركيز وفي لقاءات، ده تناقل اليوم. كمان بكره في استعراض للوصول للبعث للفريق المكسيكي وتفاصيله، طب الاخبار اللي عنده والنجوم اللي حضروا والنجوم اللي بتغيب. وكمان في الغد بدات بقى مسلسل الحوارات التحفيزيه، يعني في الصحف المحليه بعضها في صحافه الغد في تصريحات وحوارات للعيبه زي لويز مارتن جوريون قائد خط وسط فريق الاتحاد، بيتكلم عن الاهلي بشكل جيد جدا، بس طبعا بيحفز لاعبته بيحفز زمايله، بيقول ان احنا قادرين على التجاوز. الو النهائي. ايوه انا كده سامعك استاذ صبر، اتفضل. فيعني كان بيتكلم لويز مارتن جونيور على التفاصيل الاهلي، وانه يعرف بعض المعلومات عن الاهلي، ده صحافه الغد. كمان علي عفيف احد ابرز نجوم فريق الدحيل اتكلم بشكل جيد جدا عن الاهلي. وعلي عفيف بالمناسبه ده ثاني مشاركه ليه في كاس العالم، رغم ان كاس العالم للانديه رغم ان دي المشاركه الاولى للدحيل، الا ان علي عفيف شارك من قبل مع نادي السد في كاس العالم للانديه، وبالتالي يملك خبرات شأن بقيه لاعبي الدحيل. لاعبي الدحيل الحقيقه عندهم خبرات كبيره جدا اسلام، لو هنتكلم على المهدي بن عطيه في قائد خط الدفاع، لو هنتكلم على كريم بوضياف في خط الوسط، لو هنتكلم بقى على خط الهجوم، ده هجوم الحقيقه شرس جدا، والاهلي لازم يتعامل بحذر شديد جدا. طبعا انا مش عايز اتطرق كتير للجوانب الفنيه في حضره النجوم الكبار اللي معاك وانت طبعا، انما بحكم متابعتي للدوري القطري لازم. ما هو كان ده سؤالي لحضرتك القادم، الاستعدادات بقى بالنسبه للدحيل القطري، وبالنسبه حضرتك اكيد متابع استعدادات النادي الاهلي ومتابع جيد لاستعدادات الدحيل، اللي شايفه بقى حضرتك من الاستعدادات دي، هل النادي الاهلي يستطيع ان هو يعمل مباراه جيده امام الدحيل؟ انا دايما ما بحبش اقول النتيجه ان الاهلي يكسب او الدحيل يكسب، دي حاجه بتاعت ربنا يعني، ولكن الفريقين الحقيقه من الواضح ان القوه متقاربه شويه. يعني خليني اقول لك الاول معلومه، انه الدحيل لسه ما دخلش المعسكر المغلق الخاص بيه، هيدخل فيه بقى يوم الاثنين ان شاء الله بعد بكره في الفقاعه الصحيه الامنه، وهيخضع كمان لاعبته والفريق بشكل عام، هيخضع للمسحات الكورونا قبل ما يدخل المعسكر. انما التدريبات بدات من يومين بالفعل استعدادا بعد فتره يومين راحه، بدا الفريق من يومين لتدريباته. انما على الصعيد الفني الحقيقه انا شايف انه الدحيل في الفتره الحاليه بيمر بواحده من افضل فتراته، عنده بيقدم مستوى كبير جدا، استقطاباته في الفتره الاخيره كانت رائعه، يمكن يكون خط الهجوم فريق الدحيل اقوى بكتير من خط الدفاع. أيوة. احنا بنتكلم في خط الدفاع في المهدي بن عطيه وفي أيوة. احمد ياسر وفي، ولكن نقاط الضعف في فريق الدحيل انا اقدر اقول لك عليها ان ممكن تكون في ظاهري الجنب، لانه في اثنين لعيبه يعني اقل خبره بكتير من بقيه اللاعبين، سواء من لعيبه الاهلي او حتى من لعيبه الدحيل، في سلطان بريك في الظهير الايسر، وعلي مرالله في الظهير
ظهير الايمن، وبيلعب مكان علي ملالا. علي ملالا جايبينه من شهر تقريبا عشان يشغل مركز الظهير الايمن مكان اسماعيل محمد، لان اسماعيل محمد ده مش مركزه الاصلي. اسماعيل محمد جناح، انما كان المدرب بيضطر يلعبه ظهير لعدم وجود ظهير ايمن. فجابوا علي ملالا من نادي الوكره من مفيش من شهر بس او شهر ونص تقريبا عشان يشغل المركز ده، ولكن لعيب صغير عنده 20 سنه، قليل قليل الخبره. القوه الكبيره في خط الهجوم وفي خط الوسط. خط الوسط في امكانيه كبيره جدا لعوده كريم بضياف قائد خط الوسط ورمانه الميزان ومايسترو الفريق، يعني كل ما شئت عن كريم بضياف وتاثيره في نادي الدحيل. هو غايب تقريبا بقاله شهر، ولكن رجع ابتدى يتمرن. هيدفع به المدرب او لا ده شيء لسه ما احنا ما نعرفوش، ولكن المؤشرات بتقول ان هو بيتمرن بشكل جيد مع الفريق. خط الهجوم بقى حدث ولا حرج. انا الحقيقه شايف انه خط هجوم الدحيل، يعني تخيل لما نيجي نقول نرقمهم بترتيب الاهميه والقوه، لما نحط لاعب زي معز علي هداف امم اسيا والهداف التاريخي لامم اسيا في بطوله واحده، احرز 9 اهداف في بطوله امم اسيا الاخيره واللي قاد المنتخب القطري للتتويج باللقب، ده بنحطه رقم 4 في ترتيب المهاجمين في نادي الدحيل. لاعب بالحجم ده، في ميلسون وفي دودو وفي بقيه اعتقد عاملين وأولونجو اللي جاي أولونجو طبعا مهاجم كيني. هم جايبين الانتدابات دي تحديدا علشان بطوله كاس العالم للانديه. كان موجود الجديد الوحيد هو اولونجو الكيني اللي جاي من الدوري الياباني، لعيب قوي جدا. طبعا بقيه تشكيله الفريق، المهدي بن عطيه كمان فايق في الفتره الاخيره رغم انه كان مستواه يعني في اهتزاز كبير جدا في مستواه في الفترات السابقه، ولكن في الفتره الاخيره يعني بادئ يعود المهدي بن عطيه لمستواه. طبعا انا ما بخوفش الاهلي الجمهور الاهلي، لكن المعلومات دي تحذيريه لانه التركيز الشديد جدا على ايقاف خطوره الجناحين تحديدا بميلسون ودودو، انا شايفه انه هيكون المفتاح الاول او الخيط الاول لتحقيق الفوز ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ صابر، معلومات هامه جدا وتغطيه رائعه الحقيقه. انا بشكرك شكرا جزيلا.